ما زلنا مستمرين معاكم مشاهدينا، وصلنا لفقرة الطبخ مع الشيف رامي الجبرائيل. بيحضر لنا كالعادة وصفات جديدة ولذيذة في نفس الوقت. صباح الخير شيف رامي. يسعد صباحك أمل، صباح الخير، صباح الإشراقة إليك ولجميع الأخوة المشاهدين وطاقم العمل أيضا. يعطيك الصحة والعافية. شيف، شو بنسوي اليوم؟ اليوم طبقنا نوعا ما غير متداول كثيرا، وهو من الأطباق الإيطالية التقليدية. رح نعمل طبق هو نوعا ما هجين ما بين الباستا وما بين البطاطا، اللي بنسميه نحن النيوتشي. عبارة عن عجينة من البطاطا المهروسة والطحين والسميد، يمكن تصنيعها منزليا ويمكن أن نحصل عليها أيضا جاهزة متوفرة في الأسواق والحمد لله. طبعا رح نعملها بصلصة البشاميل، رح نشوف كيف رح نعملها صلصة البشاميل، ولكن رح أضيف عليها أنا صلصة الحبق اللي هي البيستو، لحتى نعطيها شوي من خلينا نحكي الطعم المميز، او نوعا ما نكسر قاعده البشاميل الساده او المعروف عنا جميعا. راح نحضر ايضا طبق السلطه اللي هو مكوناته ايضا صحيه. اليوم راح نستعمل اوراق السبانخ مع الخس المشكل، راح نستعمل الافوكادو المحفوظ في حمض الليمون لحتى نحافظ على نكهته وما يتاكسد مع الجو. تمام. الخيار والفلفل الحلو بانواعه الثلاثه، الطماطم الكرزيه، وراح استعمل ايضا خس بنسميه نحن خس الانديف، في منه نوعين، النوع الاحمر والنوع الابيض او نوعا ما مائل للصفار، اللي ايضا متوفر على مدار العام الحمد لله. الصلصة راح تكون بسيطة جدا، صلصة لبن الروب مع شوي من الأوريغانو، العسل، عصير البرتقال والليمون، وممكن أني أضيف عليها ربع ملعقة خردل بس لحتى أعطيها شوي من الحدودية، بتناسب جدا مع الأوراق الخضراء. عصيرنا اليوم أيضا مميز، راح يكون في معنا الإيجاص. اخترت يكون نوع من أنواع الإيجاص اللي هو بيكون شوية طري، في أنواع كثيرة مثل ما بنعرف الإيجاص. نعم. راح استعمل معه أيضا الأفوكادو، ولكن المستوي شوي بيكون أكثر ناضج أكثر. نعم. والفراولة ممكن استعمل أيضا السائل المرافق لحتى ينخلطوا بالخلاط بشكل سلس، أضيف له عصير البرتقال الطازج. نبدأ مراحلنا إن شاء الله مع بعض. بداية أنا بحاجة طبعا لماء مغلي، أضيف له شوي من زيت الزيتون وملعقة صغيرة من الملح بس لحتى أعطيه لحتى النيوتشي ما تلتصق مع بعضها أثناء عملية السلق. راح أضيفها على الأكلة هاي، تعتمد بشكل كبير على البطاطا، صح شيف؟ صحيح. صحيح على البطاطا، وخصوصا طبعا عملية تصنيعها نحن فينا نعملها منزليا بشكل سهل، ولكن بتحتاج لوقت إلى حد ما، وخصوصا التجفيف ما بعد الهي. وفينا أيضا لو صنعناها عملناها منزليا، هي بشكل بسيط جدا مزيج من البطاطا المهروسة مسلوقة ومهروسة، نسبة من السميد والطحين لحتى تتماسك مع بعضها، بنعجنها بشكل جيد، بنريح العجينة ومن ثم بنشكلها على شكل كرات صغيرة، وممكن أيضا نحصل على الشكل من خلال تمرير هذه القطع الكرات الصغيرة على مبرشة الخضار أو أي سطح قاسي، يعني خلينا نحكي نوعا ما بس بدون ما نأذي طبعا أصابعنا، ونحصل على شكلها هذا اللي شفناه. وممكن نحصل عليها أيضا جاهزة، وهي أيضا بكميات يعني نوعية أيضا جيدة ومميزة. نقدر نصنف هذه الأكلة كنوع من أنواع المعكرونة شيف؟ يعني هي نوعا ما هجين ما بين المعكرونة، لأن المعكرونة نعرف نحن المكون الأساسي فيها أيضا الطحين. نعم. البيض وممكن يكون السميد. هوني أنا ما دخلت البيض عليها، استعضت عن البيض بالبطاطا، وبالتالي نوعا ما هي إلى حد ما هويتها ما بين الثنتين. نعم. راح أبدأ بتحضير الصلصة لحتى نكسب الوقت. طبعا بشكل بسيط جدا، بحاجة أنا لزبدي، ورح أضيف عليها شوي من زيت الزيتون،
بهذا الشكل. أضيف عليها البصل أبيض مفروم. نعم. وراح أضيف القليل من الثوم المفروم أيضا. ونبدأ بتحريكها. والكمية تختلف على حسب كمية الأكلة اللي احنا نفسها. صحيح صحيح، الكمية تختلف. نعم. حسب ما نحن يعني بحاجة لعدد الأشخاص الموجود معنا وما إلى ذلك. راح أخليها تنسف شوي على النار، ممكن إني أنا أبدلها على نار هادية. بداية نار متوسطة تقريبا لعالية، بين متوسطة لعالية لحتى تستوي معنا البصل والثوم. تمام. بشكل جيد، ومن ثم راح نضيف عليها الكريمة والحليب، وفيني أضيف أيضا لحتى أسمكها عنصر التسميك اللي هو الرو، مزيج ما بين الطحين والزبدة، باعتبار أنه استعملت زبدة أنا، ففيني أضيف ملعقة من الطحين فقط لحتى أسمكها. نعم. راح أتركها تتنسف عبين ما تستوي معنا النيوتشي، وراح أبدأ بتحضير سلطتنا. بداية أنا للسلطة مثل ما حكينا أنه نحن نعتمد اليوم على الأوراق الخضراء. نعم. وراح أضيف عليها أيضا أوراق السبانخ اليانعة بشكل بسيط جدا. طبعا عملية تحضير السلطات إذا بلاحظتي أمل. نعم. نحن بنحاول نحافظ على قوام هذه السلطة، يعني أنا ما بحاول أني أخلطها كثير لحتى القطع تحافظ على على يعني شكلها وقوامها، وايضا تعطيني منظر جميل. بنفس الوقت توزيع الصوص اللي راح نحضره. نعم. راح يكون ايضا متوازي، وفيني اضيفه ايضا على جوانب يعني على جانب السلطه لو حبيت اني اضيف كميه اضافيه. سلطتنا غنيه جدا. طبعا هذا الخيار نحن بنعرف ايضا شو هو الخيار للجلد، وايضا غني جدا بالسوائل. نعم. خس الانديف لاول مره بستعمله انا، ولكن فينا ايضا نستعمله بطريقه مختلفه. نعم. طعمه يختلف؟ طعمه في نوع، في فينا نحكي هيك لمسه مرار بسيطه جدا، ولكنها محببه وليست يعني خلينا نحكي انه ظاهره بشكل أو بآخر. إن شاء الله بنجرب اليوم. لازم نجربها. طماطم الكرزية. طماطم الكرزية والفلفل طبعا الحلو مثل ما حكينا. بركز كثير أنا طبعا على استعمال أنواع الخضار اللي هي غنية بالقيم الغذائية، لأنه نحن بحاجتها بهذه الفترة. أكيد صحيح. أكثر من أي فترة أخرى. حبات الأفوكادو مقطعة بشكل قطع مكعبات بسيطة. نعم. هذا الشكل. حتى الألوان شف حلوة، يعني لون الطماطم، لون الأفوكادو على الخس بأنواعه المختلفة. صحيح. فطبق غني وجميل يعني، والألوان صحيح. جميلة. أهم شيء مثل ما حكينا سابقا أمل هو العين أن تأكل أيضا. صحيح. وتكون في تقبل للطبق يلي نحن عم نحضره. بغض النظر عن المكونات، أحيانا المكونات قد تكون إلى حد ما غريبة علينا، ولكن إذا وضعت بطريقة جميلة وشهية فبتسهل علينا كثير خلينا نقول إقناع الشخص بأكله، وخصوصا لو كان في أعمار صغيرة وأطفال. صحيح، حتى الأطفال يمكن ما يعرفون شو المكونات الموجودة بالضبط. صحيح. في هذه السلطة. صحيح. يتناولونها ويستفيدون من العناصر الغذائية الغنية الموجودة في السلطة. صحيح، أنا أضفت الملعقة من الطحين بس لتعطيني عنصر تسميك أو مكثف. نعم. للصلصة راح أضيف الكريمة والحليب بشكل متوازي، وأقوم بعملية التحريك. راح أضيف يعني أحركها بشكل متوازن. ممكن اني ايضا استعيض عنا باستعمال المضرب حتى تتماسك معايا بشكل جيد. نعم. لازم عمليه التحريك تكون مستمره عشان المزيج ما يتكتل. صح. صحيح. تماما تماما تماما. انا بهذه الاثناء راح ابدا
تصفاية النيوكي لأنه تقريبا استوت معنا، ورح أنسفها بشوي من الزبدة على جنب بشكل بسيط، أسحبها بهذا الشكل، ومن ثم رح نشوف كيف رح تكون. طبعا استواءها رح يكون سريع لأنه البطاطا المستعملة هي بطاطا مسلوقة مسبقا، وبالتالي أنا بحاجة فقط أني أطهي الطحين الموجود معه. وأنا لاحظت شيف بعد استويت في دقائق بسيطة سريعة جدا جدا جدا. رح أكتفي بهذا القدر وأنسفها بس لحتى ما الصلصة تقريبا أيضا صارت جاهزة معنا. رح أضيف لها الحبق، صلصة الحبق، وأحرك، ومن ثم شوي من الملح والفلفل والفلفل الأبيض، وبالنهاية راح أضيف جبنة البارميزان أو جبنة الموزاريلا لحتى تعطيها أيضا قوام. أو ممكن نستخدم النوعين شيف؟ طبعا أكيد أكيد طبعا. النيوكي صارت جاهزة معنا مثل ما حكينا، راح أضيفها على الصلصة، الصلصة البيضاء اللي سويناها، الصلصة البيضاء، وراح أخفف النار عليها لأقل درجة ممكنة. يا سلام على الريحة. بهذا الشكل طبعا بهذا القدر أنا أكتفي، ومن ثم لازم ندخلها على الفرن وبعدين نضيف الجبن. وبعدين نضيف الجبن، رح أحاول أني أنا أسكبها بهذا الشكل، ورح نضيف الجبن على الوجه ونشوف كيف الشكل النهائي رح يكون معنا. طبعا نقدر نستخدم انواع اخرى من الجبن شيف؟ اكيد طبعا فيني انا استعمل جبن الشيدر او حتى نوع انواع اخرى من الاجبان، هذا طبعا بيرجع خيار شخصي، ولكن انا بفضل اني استعمل جبنه الموزاريلا مع البارميزان لانه مزيج متناسب تماما. حط عليها شوي من تزيين فقط طماطم الكرزيه بهذا الشكل، وراح ادخلها على الفرن لمده تقريبا 12 دقيقة. طبعا أنا عندي طبق جاهز مسبقا، رح نشوفه بعد شوي عم سخنه، رح نشوف كيف رح تكون النتيجة. ما شاء الله حضرناها بشكل سريع. بشكل سريع جدا. رح أبدأ بتحضير الصلصة. طبعا أنا بحاجة للبن الروب، ملعقة من العسل بهذا الشكل، قليل من الأوريغانو، وعصير البرتقال بهذا الشكل، قليل من عصير الليمون، وشوية ملح، وأنا راح أستعين بالفلفل الأسود بهذا الشكل، ثم راح نخلطهم وبتكون الصلصة طبعاً جاهزة. نخلطها بس حتى أتأكد من، مثل ما حكيت أنا لو فيني أضيف القليل من الخردل لو حبيت، ربع ملعقة فقط لحتى تعطيني نكهة الحدودية اللي أنا بدي إياها، بتتناسب كثير مع الأفوكادو اللي أنا عم بستعمله. على حسب حتى. على حسب الرغبة بعد. أكيد أكيد 100%. أنا لاحظت شيء شيف يوم أنت تسوي هذه الصلصة الخاصة بالسلطة، أنك أنت مزجت عصير الليمون، عصير البرتقال، يعتبرون الليمون والبرتقال من الفواكه الحمضية، ولكن أنت وازنت في الطعم من خلال إضافة العسل. صحيح؟ تماماً. والخردل. العسل والخردل هو أيضاً إذا أنت بتلاحظي قد يكون مزيج نوعاً ما، يعني إذا بدك تفكري فيهم ممكن يكون نوعاً ما غريب، ولكن لما بنمزجهم مع بعض بنكتشف النكهة كيف بتكون. شيء مختلف ومميز تماما. رح أبدأ بتحضير صلصتنا لليوم، ولكن خليني نحن بكذا خلصنا تقريبا. شيف ممكن نشوف ال طبعا خلينا نشوف اللي سوينا طبق الباستا اللي حكينا عنه، أو خلينا نحكي النيوتشي اللي هو
صار جاهز عندنا. صار جاهز. يعطيك الصحة والعافية شيف رامي الجبرائيل. نحن بنختم معاك وبنسوي العصير، وإن شاء الله يعني الكل يستفيد من هذه الوصفات اللي قدمتها اليوم. يعطيك الصحة والعافية. الله يعافيك يا رب. أنا راح أبدأ بتزيينه. نعم. فقط. نعم. بهذا الشكل، ممكن بأوراق الحبق. يعطيك العافية شيف رامي. الله يعافيك يا رب. إذن مشاهدينا وصلنا معاكم للختام، نشوفكم إن شاء الله باكر في حلقة جديدة، أكيد مواضيع متنوعة وضيوف مميزين، ومع السلامة.